زي انت ما قلت فعلا موسم شاق جدا، تعرضنا لانتقادات كبيره جدا، لكن دايما التحكيم المصري او الحكم المصري بيظهر دايما في وقت الشده، لان دايما يمكن انت تشوف ان احنا دايما كل ماتشات افريقيا الصعبه ماتش حكام مصريه اللي بتحكمها، لكن للاسف بتبقى في حمله كل سنه على الحكام المصريين. يمكن السنه دي اللي احنا ما بصناش الحمله دي خالص، ركزنا في تحكيمنا، ودايما ربنا بيقول اللي بيجتهد ربنا بيكرمه في الاخر، فده اللي احنا عملناه، اجتهدنا وركزنا وربنا كرمنا والحمد لله، والموسم نجح نجاح كبير. لماذا دائما التحكيم المصري هو شماعة الأندية التي تتعرض للهزائم؟ أي فريق بيتعرض لهزيمة بيعلق هزيمته على شماعة التحكيم. لماذا التحكيم المصري شماعة لخسائر الأندية؟ لان هقول لك للاسف الشديد برضو، خلينا نتكلم بكل صراحه، لان التحكيم ما روش برضو قوه تقف معاه، يعني برضو مع احترامي لاتحاد الكوره او الناس المسؤوله، برضو اتحاد الكوره لازم يقف مع التحكيم اكتر من كده. ليه بقى؟ لان الانديه لها وراها جمهور وراها اعلام، لكن تيجي للتحكيم كل اللي بيخسر يقول لك الحكام. طب يا الحكام سبب في كل خساره كل الانديه دي كلها؟ بالعكس، حتى لو في اخطاء، الاخطاء ساعات ليك وعليك، مفيش اصلا حكم نازل، حكم نازل عاوز يكون نجم المباراه بالظبط انه يكسب، مكسبه ان يدي كل فرقه حقها، وده اللي بيحصل في كل الماتشات. اولا طبعا اتمنى طبعا للتحكيم المصري يكون له دور في مباراه القمه، ويمكن الحمد لله ان احنا كان لنا تجربتين السنه اللي فاتت، كان كابتن ابراهيم نور الدين، وكنت فضل ربنا كنت انا برضو، وحكمنا ماتشين والحمد لله خرجوا مستوى كويس جدا، وكانوا ماتشين لهم تاثير، كان في ماتش في الدور الرباعيه وكان الماتش بتاعنا في السوبر المصري ونجحوا. اتمنى الماتش وخصوصا الماتش ملوش تاثير، حتى والله لو كان ليه تاثير اتمنى التحكيم المصري يكون ليه تواجد في مباراه القمه الجايه ان شاء الله، وهينجح برضو زي ما نجح في الدوري هينجح برضو في ماتش الاهلي والزمالك.